مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا خليك معانا. احنا كلنا بنتعرض للغضب، كلنا بنتعرض للعصبيه، وانا اولكم كمان. بس بيوصلنا لمراحل نفسيه سيئه. احنا النهارده مش جايين نقول لا ما تغضبش، لا ما تتعصبش، لا، من حقك تغضب. الطبيعي ان انت تغضب، الطبيعي ان انت تعبر عن غضبك ده، لكن احنا عايزين ازاي الغضب ده ما يوصلناش لمرحلة سيئة. ازاي اعمل كنترول على نفسي؟ ازاي ما يأثرش عليا بالسلب على صحتنا؟ احنا الغضب وانواعه واسبابه وعلاجه كمان، كل ده احنا هنعرفه مع ضيفي اللي منورني في الاستوديو النهارده، الاستاذ عماد طلعت، لايف كوتش واستشاري تنميه الموارد البشريه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا زمانه. اهلا وسهلا، منورنا يا دكتور. نورك، الله يخليك. دكتور عماد، الغضب ده قوه جوانا، لو ما وجهناهاش صح ممكن تدمرنا كلنا. في البدايه احنا عايزين نعرف ايه هو الغضب، ايه الغضب ده واسبابه بتيجي منين؟ اتفضل. وانا عجبني الاعتراف بتاعك اللي هو انا اولكو. انا هو احساس الانسان على فكره ان هو مثالي، احساس ساعات بيغير حياته للاسوء مش العكس. فالانسان لما يعترف دايما باخطائه، او بيعترف مش نقول اخطاء بس نقول ان هو في صفات زيه زي الناس، مش بيرفع نفسه او بيرفع قدره عنهم، او ان انتوا بتغضبوا وانا لا، او الكلام ده بيخليه اسهل في التعلم، واسهل في تلقي المعلومه، واسهل في تغيير شخصيته للافضل. طول ما انا حاسس ان انا فيا عيوب كبشر كبني ادم، اي انسان يسمونا فيه مميزات وفيه عيوب. اعتراف الانسان بعيوبه سكه وخطوه مهمه جدا للتطوير والتحسين. عمر انسان ما هيتحسن وهيطور نفسه وحياته الشخصيه والمهنيه الا اذا حس ان في بعض القصور يجب تعديلها. نرجع بقى لمفهوم الغضب. الغضب هو سلوك انفعالي او رد فعل انفعالي، ساعات بيبقى تلقائي وممكن يبقى غير تلقائي زي ما هنفهم اثناء الحلقه. ان في ناس كتير بتعرف ان هو رد فعل تلقائي، لا مش شرط، وهقول لك ازاي وليه. فهو سلوك انفعالي نتيجه ورد فعل نتيجه تصرف بيحصل مع الانسان من شخص اخر او موقف بيتعرض ليه. هو بيشعر في الموقف ده ان بيتهدد سلامته، بيتهدد امنه، بيتعرض لحاله من التقليل منه، الاساءه، او الاساءه ليه، او تقليل منه بكل انواعها، بكل انواعها، او احساسه برضو انه بيواجه حاجه خطر عليه، احساسه ان هو بيتعرض لضغط معين، توقعات معينه اقل من يعني النتيجه اقل ما كان متوقع، عنده توقعات كانت عاليه وجت النتيجة أو النتائج أقل كتير من التوقعات اللي هو متوقع، طبعا دي بتسبب الغضب. فهو سلوك انفعالي. السلوك ده بطبيعة الحال زي ما علم النفس أكد في ثلاث خطوات. أول حاجة التفكير، وبعدين الشعور، وبعدين السلوك. ما فيش سلوك بيجي لوحده. الأول التفكير، فإذا الغضب بدايته من التفكير، بيأثر على المشاعر، مشاعر بتأثر على السلوك وبتؤدي إلى سلوك بيتفق مع حالة الغضب أو الانفعال. فإذا التفكير في البداية، الغضب في البداية هو تفكير، حتى يقولك الاكتئاب شو ممكن يوصل لإيه. الاكتئاب بيجي من الغضب الغير مبرر كتير، والغضب الغير مبرر بيجي من التفكير السلبي الغير مبرر. يعني الكتير غير مبرر، يعني يمكن حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة في الانترو اللي عملتيه جميل، ده اللي هو الغضب طاقة جوانا، ساعات بيبقى ليها لزوم ولازم يستخدم، لازم يكون في نوع من الغضب، ولكن في غضب غير مبرر اللي هو بنسميه الغضب السلبي اللي هو مش الايجابي، اللي هو الغضب الكتير بيجي من التفكير السلبي برضو الكتير. في ناس بتدمن التفكير السلبي، دايما باستمرار بتفكر بشكل في سلبي، السلبيات، السلبيات، وبتركز عليها، ودي احد اهم جذور الغضب. جذور يعني ايه؟ يعني احنا قدامنا شجره، احنا شايفين الفروع لكن مش شايفين الجذور. زي الترابيزه، ممكن اللي فوق يبقى باين لكن القواعد بتاعتها والرجلين بتاعتها مستخبيه. ده لو اتعرف هنقدر نعرف اللي فوق ده سببه ايه، اللي بيفور فوق السطح ده سببه ايه، سببه الجذور اللي تحت. ايه اهم جذور الغضب؟ طبعا غير التفكير السلبي وادمانه، في ناس يا استاذه منى بتدمن ده، تدمن يعني يفكر كتير بشكل سلبي، وخصوصا الندم على الماضي اللي هو لا يمكن يرجع، اللي هو الحاجه اللي ما بتجيش دايما. في ناس وناس كتير مش قليله على فكره
بتقضي وقت كتير من حياتها في تذكر حاجات قديمة ويبتدي يندم عليها، سواء دراسة، سواء قرار في عمل، سواء قرار في ارتباط، اختيار ما بين عمل وحاجات كتير بتعدي. ده بيبقى ده بقى الاختيار الخاطئ ده او القرار الخاطئ ده بيبقى في لحظة غضب معينة. لا، مش هو ده اللي انا اقصده. اللي اقصده ان احنا ممكن عماد ومنى يقعدوا في وقت معين، تفتكر منى تفتكر او عماد يفتكر موقف عدى عليه قبل كده زمان، ده بيضغط عليكي، بيضغط عليكي، بيخليكي مضغوطة ومش عارفة انت مضغوطة ليه. يجي حد يكلمك تقولي انا مش عارفة انا متضايقة من ايه، فده يؤدي، شوف التفكير عمل ايه، خلى المشاعر مشتعلة وتلاقي نفسك بتنفجري في اللي قدامك، واللي قدامك ملوش ذنب انت طلعتي فيه. فهي تيجي انك قاعدة بقالك وقت طويل بتفكري في حاجات، مواقف عدت عليكي، مش مطلوب ان احنا نسترجعها النهاردة الا على سبيل ان انا عايز اغير ده للافضل، مش لان يا ريت كنت عملت ده. يا ريت دي حاجة حصلت امبارح حصلت النهاردة قبليها بخمس دقايق مش هترجع، استحالة نرجعها تاني. فإحنا لو فكرنا يبقى نفكر بالتفكير نفسه عشان نغير اللي فات. لو اختيار غلط في عمل مثلا، طب أنا ممكن أعمل إيه؟ عارفة أعمل إيه دي بتفتح العقل للتفكير في المستقبل، أعمل بتحللي إيه؟ المشكلة بتحللي. لكن يا ريت كنت عملت مش هتفيد حاجة، يا ريت كان زواج مثلا شكل مختلف. طب خلاص، ما لو تشاف إن في فشل ما في بدائل موجودة. إدمان هذا التفكير واسترجاع واكترار الذكريات السيئة اللي هي مفيش أي فايدة إن احنا نسترجعها تاني، بيضغط الإنسان جدا وبتخليه مشاعره مضغوطة وبتأدي إلى غضب عاطل في بطن، اللي هو بيسموه الغضب الغير مبرر. من أهم جذور الغضب يا أستاذة منى جاية من الأب والأم. يقول لك الأطفال من سن سنة لسن 7 سنين أو 8 سنين ولـ 10 سنين أقصى حاجة، يعني مش أكتر من كده، بيتكون كل سلوكياتهم وأفكارهم ويمكن الاخلاق والتقاليد والقيم والحاجات اللي احنا بناخد وقت طويل مع سن المراهقه او السن الاكبر من كده عشان نعدلها. جابها منين؟ جابها من الاب والام. لو الاب والام من نوع سريع الغضب، من نوع او واحد منهم حتى بينفعل كتير، ده بيتنقل للاولاد. على فكره لو تبصي تلاقي وبيطلع، تسمح لي، بيطلع ده سلوكه كمان بعد كده، سلوكه يعني سلوكه بقى في حياته بالزبط. يقول لك لا اصلا انا عصبي. أيوه. واحد يروح يخطب واحده مثلا، أيوة. انا العيب الوحيد بتاعي ان انا عصبي، بس قلبي طيب. بس قلبي طيب. طب انا هعمل ايه بقلبك الطيب؟ طب انت كل شويه حتى. على فكره دي ساعات يا استاذه منى بتبقى كمان بتتخزن جوه العقل الباطن من السن الصغير، حاجه بتتخزن. تبص تلاقي واحد بيصدر منه حاجات عنيفه جدا مع زوجته. لما تقعد تتكلم معاه، احنا بنعمل الكلام ده في جلسات الكونشنج، نجيب بقى الحاجات القديمه ويفتكر ويتذكر، نبص نلاقي الاب كان بيعمل حاجات مشابهه، هو نفسه بيبتدي يسترجع، هو مش فاكرها، هو مش بيقلد باباه، لكن هي متخزنه جوه العقل الباطن وبتطلع مع الوقت. تلاقيه تتفاجئي يقول لك ده بابا كان بيعمل كذا، بص لنفس التصرف. في واحد شوفيه ولد صغير او بنت تلاقيه بيتكلم زي باباه او بتتكلم زي مامتها بالظبط، تقول ياه انا شايفه باباك فيك، او ما انت بتتعصبي زي مامتك بالظبط. خدي بالك ايه اللي حصل؟ مش بالامر والنهي واعمله، مش لا، لكن بالتلقين. هي بتسمع ساعات كلام، بتسمع وبتشوف، خليكوا كويسين وهاديين، وبص تلاقي انفعالات اسباب تافهه جدا. في امهات على فكره اتفه الامور، لو البنت مش عارف ده لقيت حاجه شويه حاجه قد كده ممكن تصرخ بقى وتكسر البيت بقى. ونظام بقى انتوا مش عارفين انا فيا ايه، ده بيتنقل للاطفال. فبيخليهم هم اوريدي خلاص مخزنين ده جواهم. التخزين ده عباره عن صور بتخزن جوه العقل الباطن وبتطلع مع الايام ومع العمر. فده من اهم جذور الغضب اللي احنا مش شايفينها. احساس الانسان ساعات بالدونيه وانه اقل من غيره بيخليه غضبان. الاحساس ده بيجي منين؟ برضو من طريقه التربيه، بيجي من هو نفسه ما عندوش ثقه في نفسه كفايه، بيجي من ان هو اتعين في وظيفه اقل من مكان يستحق والناس تتعاملها بشكل تقلل منه. الاحساس انسان بالدونيه، مش دونيه مصوب بيها حاجه وحشه قوي، لكن هو اقل من غيره بيخليه غضبان ومنفعل، سواء في دخل اقل، في مستوى اجتماعي اقل، في وظيفه قديمه. قصدي حضرتك الظروف ومعطيات الحياه، يعني ممكن حد مثلا يقول لك لا انا بغضب بسبب ظروف، بسبب ناس معينه. اوكي، من حقك ان انت تغضب وده طبيعي جدا، احنا بشر على فكره، بس انت المتحكم الاول. ما تسمحش لحد هو اللي يدخل جواك ويخليك تنفعل وتضب، هو كده بيتحكم فيك، هو اللي معاه المفتاح بتاعك. لا، انا ما اسمحلوش بده. هنتكلم ان شاء الله. نتحكم فيه ازاي؟ يعني نتحكم فيه ازاي؟ يعني احنا مثلا كلنا حصل سي موقف مثلا معين. طيب انا هقولها لك دلوقتي.
عارفه يقول لك الحطب والميه. يعني ايه الحطب والميه؟ في واحد في ناس كده والعياذ بالله يعني بيسموهم ناس مؤذيه، يتعمد ان هو ينرفزك، يتعمد ان هو يضايقك، يبقى من جواه فرحان، يرمي كلمه كده حسك بيها مثلا يعني انك مش انت، يعني حس قدام ان هو رخم شويه او ما بيعرفش يفكر، فرد الفعل او عاوز يشوفك غضبان ويبقى سعيد بده. مش لازم كده بس، يعني ممكن يكون برضو انسان مؤذي هو بينرفز اللي قدامه، طبيعته كده، حياته كده، فانا اخليه يتحكم فيا؟ لا، انا ما اسمحلوش. اسمحلوش ازاي؟ ما بقاش الحطب، الحطب هو بيشعل النار، اللي هو اتفاعل مع كلامه واتنرفز وهو يتنرفز والموضوع يتصاعد. لا، اخليني زي الميه. الميه اللي هي ايه؟ عارفه لما واحد يقول لواحد انت مثلا فيك رخامه، فيرد عليه يقول له اه انا واخد بالي برضو من الحكايه دي، تخيل وشوف رد فعله هيعمل ايه. انت جايب الهدوء ده منين؟ يعني ده الغضب الايجابي بقى، هيتجنن هو التاني، يتجنن. ده الغضب الايجابي. يعني ان تلاقي مثلا وهو القازمين الغيظ، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لنا هو القازمين الغيظ، تلاقي ناس كده عندها هدوء مهما يحصل قدامها من استفزاز، لا هي هاديه وبتدي فرصه لنفسها. بالظبط، تيجي تسالها بعد كده تقول لك اصل انا بحاول ادي نفسي فرصه افكر، اديله مبرر ان هو يعمل حاجه زي كده. يعني انا بديله مبرر ان هو عمل كده، مش عايزه اذيه، مش عايزه ارد بانفعال. هو ده الثبات الانفعالي. الثبات الانفعالي بيجي من ازاي؟ بيجي من ان الانسان بيصبر شويه. ما الرد السريع دايما بيبقى دايما عنيف وتلقائي، لكن احنا الثبات الانفعالي اصبر شويه صغير. نقول لك عد من 10 ل 1 بالعكس، يعني افضل عد كده من 10 ل 9 8 7 لغايه 1، نفسك هديت شويه. طبعا تمرين مش هتعمله قدام الناس، بس باستمرار من ضمن التمارين المهمه اللي بتخلي الانسان اهدى، اللي هي تمارين الاسترخاء، اللي هي 4 2 8. ايه 4 2 8 دي؟ 4 شهيق وبكتم النفس عدتين وبطلع زفير ضعف الشهيق. دي تمارين استرخاء، دي كتير بتتعمل، بتخلي الانسان اهدى، خلي الانسان ريلاكس اكتر، وعنده قدره على الهدوء والاتزان في المواقف. ومهمه جدا كمان يا استاذ منى، وده تمرين لذيذ جدا، ان انت لما يعدي عليك موقف انت اتصرفت فيه بشكل تلقائي، فيه عنف، انك تسترجعه مع نفسك وتقعد كده كانك قاعد قدام شاشه سينما، تخلي حاجه قدامك، شاشه دي قدامك، وتسترجع الموقف، الصوره وانت بتتنرفز مثلا على زميل، بتنرفز على ابنك بشكل مبالغ فيه كانك شايفه شاشه السينما، وبعدين تعمل عليه زي ديليت، تسود الشاشه خالص، وتعيد المشهد تاني بالشكل اللي انت كنت حابب يكون فيه. يعني انا كنت عايز اهدى شويه، اتنرفز على ابني عشان اربيه، مش نرفز عشان احطمه، عشان اوصل له معلومه معينه، او علشان اوصل لك احساس معين. بالظبط، وده بقى يعني هو ده الغضب، ان احنا بنغضب انا عايز الإيجابي. اوصل له هو الغضب الايجابي يا استاذه منى اللي انت كررتيه اكتر مره، برافو عليكي بجد، اللي هو فكره ان انا بغضب لمصلحه اللي قدام، مش ان انا احطمه، غضب بسبب ان انا احطمه، ان ابني مثلا يغلط غلط معين فلازم اغضب اقول لا عم تعمل كذا، من غير المبالغه بقى هي الغضب السلبي. فانا قررت الموقف ده وجاي ندمان، ام ندمان انها بتنرفز على اطفال الاسباب وتضايق اولادها او بناتها، فنعمل ايه؟ بنمرن العقل الباطن، بنمرن الذهن. تمرين الذهن مهم جدا. هو قبل ما نعمل تمرين الذهن، اسمح لي يا دكتور ناخد شهد معانا من القليوبيه. الو الو، الخط قطع، اشكرك شهد، حاولي الاتصال بينا مره ثانيه. دكتور، ازاي الانسان يتعامل مع الاساءه؟ يعني ازاي يتعامل مع الاساءه لتجاوز مرحله الغضب دي؟ لان احنا عارفين طبعا العصبيه والغضب ده بيأثر على صحتنا احنا بالسلب، على القلب، على المخ، على الاعصاب، جميع حواسنا تقريبا. ازاي اتعامل مع الاساءه؟ طيب انا هكمل بس تمرين بسرعه عشان ما ننساهوش، اللي هو ازاي انا بعيد موقف قديم، عايزه المره الجايه اتعامل معاها بشكل احسن مع ابني او زميلي في الشغل او زوجتي او زوجي. فانا بعيد المشهد قدامي، بشوفه وانا بتنرفز وانا بنفعل، وبين بسود الشاشه كانه حاجه بمسحها، انا بخليها بتسود، وبعيد المشهد تاني بالالوان بشكل حلو بالطريقه اللي انا كنت عايز اعملها. عارفه الناس اللي تقول لك ايه؟ يا ريت ارجع تاني واقول كلام احسن من كده، عارفه الافكار دي؟ فاعيدها تاني، اعيد المشهد قدامي كاني بشوفه على شاشه السينما بالشكل الحلو اللي انا كنت عايز اتعامل بيه بالشكل الافضل. تكرار التمرين ده انا بمرن العقل الباطن على تلقائيه جديده، على انفعال جديد، بحيث المره الجايه لما يتكرر الموقف ده اتعامل بالشكل ده، مش تيجي من اول مره، لكن مع تكرار التمرين البسيط اللذيذ ده هبص الاقي الانفعالات اقل، التصرف احسن، ان انا مرنت العقل الباطن او مرنت الخيال بتاعي على تصرف بشكل افضل. نرجع بقى للنقطه اللي هي في مداخله ولا حاجه؟ معانا دوابه من اسوان. الو
حضراتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. حضرتك كمان بس الغضب كمان بيكون في سبب ثاني. ليه؟ غضب تنمر الجيران السوء للشخص معين. هو عايز يوصل لهم رساله ان انا ما بحبكمش، مش منفصل عنكم ومتضايق من ابتزازكم وسخريتكم وتنمركم. فعايز يوصل لهم رساله عشان يحترموا نفسهم، بس ما بيحترموش نفسهم لانهم ما بيفهموش. خاطر كده بيضطر الشخص يغضب، لكن لو احترموا نفسهم وتراجعوا عنه خلاص مش هيغضب. ده برضه بيكون سبب. اكيد طبعا يا فندم، اكيد. يعني يا ريت كل حد يشغل حاله بحاله. يعني الناس اللي بتشغل نفسها بمجالسها بفلان وعلان وتنتان، اشغلوا حالهم بحالهم عشان ربنا يصلح حالهم. اكيد طبعا. انا مش عايزه اقول لك بشكرك. امين يا رب. شكرا لاتصالك استاذه دوابه اسوان. ودي ما اصبحتش حالات فرديه دلوقتي، يعني اسمح لي يا دكتور، يعني ازاء الجيران اللي الاستاذه بتقول عليه ما اصبحش حالات فرديه، ده اصبحت ظاهره دلوقتي. طيب دي نقول لها رد ونكمل بقى في موضوع الغضب ازاي نتعامل بشكل عام، لان في جيران بيبقوا فعلا سيئين. فده حلهم ايه؟ في ناس يا استاذه منى اقدر ان انا افصل نفسي عنهم يعني، وفي ناس لا. يعني القرايب والاخوات وفي دوائر معينه الانسان مجبر ان هو يتعامل مع الجيران، مش شرط نتعامل معاهم كلهم بنفس الدرجه. فالجار السيء ده لو ما التزمش وما احترمش نفسه باختصاص من الاستاذه بتقول ان انا بفصل معاه. يا جارك انت في حالك وانا في حالي، بس انا بعامل بتعامل بتربيتي باخلاقي برقي مجتمعي انا يعني، وبتعلم من تجربتي معاه. يعني هو حتى لو تم صلح، يعني بيحصل نماذج كتير جدا في جيران بيتخانقوا ويتم صلح، فاصالح ماشي لو انا قرصت منه مره واتنين، لكن برضو بيفضل في حدود. ما اتعاملش بنفس الطريقه اللي كنت عامل بيها الاول، خلاص بعامله كويس بشكل طيب، ولكن حطيت حدود نتيجه المواقف السابقه، يعني اتعلمت من التجربه السابقه. بالظبط. والعشره اللي بيننا، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا على سبع جار. احنا عايزين كلنا نبقى كويسين مع بعض ونبقى اسره واحده. معانا ام ريهام، اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. والله انا عايز اتحكم في الغضب، يعني انا زوجي على طول غضبان، يتغضب ويتعصب، وابني على طول يتغضب ويتعصب. ممكن يكون حال وراثه، واقول لك العيب مني انا اني انا بستفزهم، انا اللي بتخانق معاهم. والله يعني مش تعرف الغضب بتاعهم والنرفزه بتاعتهم دي. انا ما هو دلوقتي دكتور عماد قال لحضرتك تتحكمي في الغضب ازاي يا فندم. والله طب يعني اعد واحد على واحد لعشره ولا ايه يعني؟ زي المعلومه دي حقيقي؟ حقيقي طبعا يا فندم، حقيقي طبعا. واحنا هنكررها تاني علشان خاطر حضرتك برضو. شكرا ليك يا ام ريهام لاتصالك، شكرا ليك. على فكره في ناس من ساعات ما في حاجات بتبقى بسيطه قوي فالناس بتستسهلها تقول احنا شعب طيب قوي، يعني احنا شعب جميل، شعب طيب. الواحد مش يعني سؤالها ده ان هي مش عاوزه توصل لمرحله سيئه، عايزه تدير غضبها. طيب. ان هي مش عايزه تخسر حد. يعني خلينا نقول التمرين الحلو بتاع شاشه السينما، نقوله تاني بسرعه. تعيد المشهد قدام شاشه السينما وتسوده، وتعيد تاني بالطريقه اللي هي كانت عايزه تعملها. يعني تعيد المشهد نرفزتها مع ابنها مع زوجها بالطريقه الحلوه، انها اتحملت ازاي وتجاوبت ازاي. وبتعيد المشهد ده، تكرار التمرين ده هيهدي اعصابها وخليها تتحكم في نفسها كويس. تعال نقول الـ 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 الغضب برضو، عشان اعتقد وقت البرنامج بيسرقنا. الغضب ناحيتين، فرعين، فرع المواقف والظروف اللي الانسان فيها، وفرع تاني الاشخاص اللي حواليه. طبعا كل الناس اللي اتصلت ركزت على الاشخاص، فخلينا نبدا بجزئيه الاشخاص، ازاي اتعامل معاهم بشكل افضل وبشكل احسن من كده. الشخص اللي هو جار او قريب او قريب مني او حاجه في الدايره القريبه، بحاول بقدر الامكان ان انا بشوف ايه اللي بينرفزني منه، ايه اللي بيضايقني منه، ايه اللي بيزعلني منه. ابتدي احط صفه واحط الشخص ده واحط المشاعر اللي بتجيلي. لو مثلا بتضايق من صفه فيه اللي هي الكذب او الانفعال السريع او العصبيه، هل الصفه دي عندي ولا لا؟ دي نقطه مهمه. لو مش احنا عندي، احنا للاسف فينا كتير ما يبصش لعيوبه. اه يعني فينا كتير مثلا يقول لك لا ده هي عملت، ده هو عمل، طب انت عملتي ايه؟ بالظبط. يعني الصفه دي لو عندي بحاول اغيرها في نفسي الاول قبل ما انقم عليه، او قبل ما ازعل من واخد موقف. لو مش عندي بقى مثلا صفه الكذب،
تقول الصفة عند الشخص ده مش عندي، اوكي المشاعر بتخليني متضايق وبتخليني اقلل منه ومتنرفز لما بشوفه لما بيكذب عليا، طيب احاول ابتدي اقلل من اهمية الصفة دي بالنسبة لي. يعني ان هو بيكذب انا ممكن اقول ان انا مش حكم على الناس ومش قيم عليهم، مش مسؤوليتي ان انا احسبهم، بس بتعلم ان انا اتعامل مع الكذب ده بشكل كويس، فبقلل من الغضب بتاعي. وابتدي اشوف حاجة تانية بقى مهمة جدا، ان انا بزرع في نفسي او بعلي في نفسي الافكار الايجابية والمشاعر الايجابية ناحيته. ازاي؟ ابتدي اشوف فيه صفات تانية. عارفة يا منى مفيش حد فينا كلنا، حتى اقول لك حتى المجرمين واللصوص ما فيهمش جانب ايجابي في درجه ايه، فمش درجه يعني بقول لك الناس اللي حوالينا بقى اكيد مش كده، فاكيد فيهم جوانب ايجابيه، فبلاش انا اعمل فوكس او اركز على الجانب السلبي. في صفه او اتنين او تلاته مش عاجباني فيه، ابتدي ادور على الحاجات الايجابيه الشخصيه، اطلع الحاجات الكويسه منه وابتدي اكتبها. يعني مثلا لو واحده جوزها بيتنرفز بس طيب زي ما هو قال لك انا عصبي بس طيب، بينفق عليها كويس، مش عارف بيعمل معها ايه، ابتدي اسجل التسجيل الحاجات دي قدامي كده، هتخليني مشاعر ايجابيه تعلى ان انا حصل ايه، زي ما قلنا في اول حلقه التفكير ثم المشاعر ثم السلوك. فانا عدلت الافكار بتاعتي ناحيته، ان انا كتبت صفات ايجابيه فيه انا مش شايفها في ظل ضغط الصفه او الاثنين السلبيين عليا بيضغطوا عليا على طول ومخليني شايفينه وحش جدا، او شايف مراته سيئه جدا وشايف الناس التانية كويسين، ويا ريتك كنت اتجوزت طب ما انت ما شفتش انت. فشوف هذه الجوانب الايجابيه دي اكتبها، هتخلي الصوره اجمل كتير، وهتلاقي مشاعرك ناحيه زوجتك او ناحيه زوجك او ناحيه زميلك في العمل او 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 افضل كتير قوي. طب انا دلوقتي اتغيرت، هو هيتغير رقم واحد، انت اللي تهمني، انا عايز انت نفسك ما تكونش مضغوط، انت نفسك تكون احسن. وعاده الانسان لما يكون في مشاعر ايجابيه ناحيه شخص اخر يا استاذه منى بتلاقي لا اراديا بينطبع عليه، حتى لو ما اتغيرش بشكل كامل فعلى الاقل نزلت كتير قوي من اتجاهه السلبي ناحيتك وقللت منه جدا. انت لما بتحط مشاعر ايجابيه وكسبت شخص بدل ما تخسر شخص. انا سعدت جدا بوجودي مع حضرتك الاستاذ عماد طلعت اللايف كوتش وخبير تنميه الموارد البشريه. للاسف احنا وقتنا خلص بسرعه معاك، بس على وعد بقى بحلقات ثانيه ان شاء الله يا دكتور عماد. طبعا احنا في نهايه حلقتنا بالنسبه لموضوع الغضب، الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا الا تغضب، واحنا عارفين ان الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والنار بتطفي بالميه، فان احنا نتوضى ونصلي ركعتين مع التمرين اللي قاله استاذنا اللي منورنا النهارده استاذ عماد طلعت، اعتقد ان الدنيا هتبقى احسن بكتير. وفي نهايه حلقتنا احب اتوجه بالشكر للسيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي، عامل لنا مبادره اللي هي تحويل السيارات للعمل بالغاز، وهذه المبادرة بتهدف ليلة الأساس لتقليل نسبة التلوث الناتجة عن البترول. وجريدة الأنباء العقارية فيها حوار مهم للأستاذ عمرو حسن سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وشركة الأمل من الشركات الأساسية المشاركة في هذه المبادرة. أتمنى لكم قراءة ممتعة في العدد، وانتظرونا في حلقات جديدة وخليك معنا.